المكتب من سنة 1972، موجود في المكتب من 1980، من ابتداء الثمانينات، ابتديت سنة 80، سنة 80، ديسمبر 89، في 1/3/89، في مارس 93. قال لي الوالد، قال لي انت عاوز تبقى ابن مصطفى شوقي ولا احمد شوقي؟ قال لي لما مصطفى بيقول تشتغل يعني تشتغل. خلاص انت هتشتغل معايا من بكره. فقلت له بكره ما يعني ده مش بدري قوي. قال لي لا من بكره يعني من بكره. فقال لي انت بتاخد كام؟ فقلت له انا باخد 150 جنيه. راح باصص لي من تحت، انت جاي تعمل ايه عندنا؟ فقال لي طب تشتغل معانا، ما قالش عندنا. شوف دقه التعبير بتاعه وكرم اخلاقه. مصطفى بن الله يرحمه رقم 4 في سجل المحاسبين والمراجعين، فعالم من اعلام مهنه المحاسبه والمراجعه والضرايب. فقال لي انت هتيجي بقى تشتغل معايا في الضرايب؟ فقلت له لا يا مصطفى بيه الله يخليك، انا ماليش في الضرايب قوي. افتخر معناها حاجه يعني غريبه ان انا هو خصم لي يومين، فانا محتفظ بالخصم ده لغايه دلوقتي بخط ايديه، عشان لاني بشرب سجاير يعني. وقال لي انا اعمل لك كده عشان تبطل سجاير، مش عشان انت بتشرب سجاير في المكتب. ودي ليجاسي، هو يعني اي واحد من المكاتب الكبيره النهارده اللي موجوده كان بيشتغل في مكتب مصطفى شوقي. هنا بتحس انه التاريخ موجود وهيفضل موجود وهتمر السنين وعبال سنة 100 ان شاء الله. استاذ مصطفى شوقي اتخرج في سنة 37، كان هو عاوز يعرب مهنة المحاسبة والمراجعة بالذات ان كانوا مسيطرين عليها الاجانب في مصر، فهو كان ده بالنسبة له هدف. وفعلا ابتدى في سنة 42 وراح عند مكتب محامي جنب سينما ريفولي حاليا، وطلب منه ان هو يأجر أوضة. وبعد كده قال له طب انا محتاج أوضة تانية. بعد كده قال له انا محتاج أوضة ثالثة. فالمحامي قال له لا استحسن انت تروح تأجر شقة. وفعلا ساب المكتب وراح شارع محمد فريد، عمل اول مكتب مستقل. سنة 48 الأستاذ مصطفى شوقي فتح مكتب اسكندرية في الأزاريطة، أنه أصلاً بمواليد اسكندرية وترعرع ونشأ في اسكندرية. وبعد كده راح انتقل لمكتب عدلي اللي هو حالياً مازال موجود. المكتب في شارع عدلي، 16 شارع عدلي. المكتب العمارة قديمة ليها تراث. الحقيقة كان المكتب أصغر من كده بكتير، كان المكتب فيه 45 موظف. لا عدد الناس أيامها كنا يمكن ما نزلش عن 35-40 شخص. وبعد ما كان في شقه خدنا شقه تانية قصادها، وبعدين خدنا شقه ثالثه وشقه رابعه. 52 راح فتح مكتب في طرابلس وبنغازي. 58-59 راح فتح مكتب في الكويت. 89 لقينا ان المكان ضاق علينا، فقررنا ان احنا نتوسع. وفعلا خدنا، جينا برج بنك مصر وخدنا دورين هنا وما زلنا احنا موجودين فيه. نتيجة الأداء اللي هو بيعمله والنجاح اللي حققه أدى إلى التوسع، زيادة العملاء، السمعة والخدمة، هي دي أسس النجاح في أي مشروع. احنا عندنا حوالي 500 واحد بيعملوا في مكتب القاهرة واسكندرية. المكتب ليه نظام؟ أول حاجة في امتحانات، بيعمل امتحان في اللغة الإنجليزية وامتحان في المحاسبة عشان برضو لازم نشوف مستوى إيه. وبعد كده بيقابلك مصطفى بيه وحاليا الدكتور احمد شوقي علشان المقابله الشخصيه. لازم مدير المكتب يشوف كل شخصيه داخله المكتب. هو بيبقى ليه رؤيه في الشخص اللي بيخش عليه من اول ما بيخش باب اوضته. وكنت متوتر جدا، وكنت قعدت قبليها اقرا كتير في المجال المحاسبه والمراجعه، بس هي كانت اسئلته مختلفه خالص، كانت اسئلته خاصه بشخصيتك، ازاي تتكلم، برزنتيشن يعني شكلك عامل ازاي. انا طبعا كنت خايف من اكبر مكتب في مصر، احتضني كابن، وده احساس ما بتلاقيهوش في كل حته. عمليه اختيار الناس اللي بتنضم المكتب بصرف النظر عن مؤهلاتك او اللي هو داخل بينتسب الى هذه الاسره. يمكن اول حاجه انا عملتها ما رحت اشتغلت المكتب، قلت ان انا اول حاجه مصطفى بيه قال لي تروح في محاضرات في نقابة التجارين تروح في المكتب. احنا طول عمرنا بالنسبة لنا التريننج ده هو نبض المكتب، هو ده روح المكتب. فاحنا عاملين تركيز جدا على التدريب. لازم تاخد مرحلة تدريبية في كل سنة. كتير من زملائنا
ابتدوا حياتهم بان هم بيشتغلوا مراجعين في المكتب ده وتعلموا. الحقيقه انا ما جتليش الفرصه دي، انما شفتها اما ابتديت اشتغل في كارير البنوك. كان حصل فصل ان الدكتور احمد منعنا ان احنا نيجي نشتغل علشان نذاكر ونخش امتحانات. مره لقاني جرى ورايا هسلم في مكتب عدلي علشان اروح اذاكر عشان عندي الامتحان بتاع يوم الاحد، وانا كنت خايف على الشغل وعايز اجي اقفله في الشغل. عشان كده سمعتنا في البلد انه لا، روح مكتب شوقي الاول عشان تتعلم. هو اكاديميه فعلا. مكتب مصطفى شوقي مكتب عريق جدا وله تاريخ، وفي نفس الوقت يعني انا بحس ان هم دايما بيتابعوا كل جديد، بيبقوا دايما يعني ان تاتش مع اللي بيحصل على المستوى العالمي وعلى اساليب المراجعه الحديثه. انا افتكر ان انا ابتديت اشتغل في مجال مراجعه الكمبيوترز، كان في بعض الناس بتقولي انت اول واحده مصريه، اول حد مصري يجي لنا يشتغل في المجال ده. كان كل اللي بيعملوه اجانب، واحنا كان عندنا ابتدى يبقى فيه فريق اعمال. افطار رمضان تبص تلاقي الحاضرين من اكس شوقي اكتر من اللي حاضرين من شوقي. They are extremely grateful لينا. ناس سابت المكتب من 20 سنه ومن 10-15 سنه وبيتواصلوا مع المكتب بشكل فعال جدا جدا جدا. لغايه دلوقتي بعتز بصداقات مع زملائي في مكتب شوقي اللي انا اشتغلت معاهم، يمكن في منهم يعني صداقتي بيهم استمرت وزادت حتى بعد ما سبت المكتب. فأنا فعلا أتذكر الفترة دي بأنا المهنية والاحتراف في العمل والصداقة والحب والزمالة المحترمة. يعني اللي بيقضي مثلا عندنا من 8-10 سنين بيروح مدير مالي في أحسن شركة في مصر. أنا قضيت أول 10 سنين من حياتي في المكتب، ابتديت سنة 80 وبقيت مدير سنة 85. ده كان بدعم الحقيقة من إدارة المكتب، ثم بقيت مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية، ثم بقيت مساعد وزير المالية للسياسة الضريبية، ثم بقيت رئيس مصلحة الضرائب، ثم اشتغلت مع صندوق النقد قبل ما أبقى عضو في مجلس النواب. مدرسة المؤسسة ديت خرجت ناس كتير، الناس كتير ديت أفادت مصر كلها، أفادت البلاد العربية كلها والوطن العربي بالأخص. اللي عايز يتعلم يجي هنا المدرسة. هو المدرسة اللي كل الناس يعني بتشتغل في مجال الضرائب بتبدأ فيها وبتتعلم منها. فأنا عايز أقول لك إنه أغلب قيادات العمل في مجال الضرائب في المهنة حاليا بدأوا في مكتب شوقي. مكاتب المحاسبة الكبيرة تعتبر مدرسة لأجيال ناشئة في المهنة. مفيش مهنة بتتطور من غير فرق عمل فيها تدريب، فيها تنمية مهارات، فيها رقابة على الجودة، وبتخرج أجيال بنفتخر بيها بعضهم في مصر وأيضا في العالم العربي بحكم أن مصر من الدول الرائدة في مهنة المحاسبة والمراجعة. المهني غير الموظف، المهني بيعيش حياته المهنية 24 ساعة. تعلمناه هنا إن إحنا مهنيين مش موظفين، مش بنيجي ساعة كذا ونمشي ساعة كذا وخلص شغل، خلص مخلص مش مهم. يعني لما نقدم خدمة لحد تبقى خدمة متميزة، وبدليل إن عندنا عملاء استمروا معنا في منهم عملاء أكتر من 20 سنة. بنك سايب اللي أنشئ سنة 76، والحقيقة من أول إنشائه وهو بيتعامل مع مكتب مصطفى شوقي كل الناس كانت تملي يعني عايزة انها المراكز المالية بتاعتها يبقى ممهورة بختم مصطفى شوقي. والحقيقة مش احنا كإدارة تنفيذية للبنك اللي بنختار، هم المساهمين هم اللي بيختاروه. فده دليل على ان هو يعني شيء بالنسبة لهم اساسي وجود مكتب مصطفى شوقي ان هو يبقى مراجع للبنك. العلاقة مع مكتب مصطفى شوقي قديمة جداً، ابتدت ب 1993 يعني من 24 سنة، وصار في نوع من الصداقة بيننا وبين الدكتور أحمد. فأنا فيه يقول أنه تعاملنا مع مكتب شوقي كان دايما يعطينا رضا وكان دايما يتطور للأحسن. من سنة 2003 يعني تاريخ
دلوقتي طويل من التعاون، ساعدنا كتير ان احنا دايما نتطور في ادارتنا الماليه ونتطور في قدراتنا. الحقيقه اللي خلت الشركه في المكان اللي هي فيها النهارده روح الفريق، روح الاسره. انت هنا في المكتب بتحس ان انت شخص مسؤول من اول ما تدخل، ما انتش موظف صغير مالكش قيمه. بيعلم الناس ما فيش فرق بين شريك ومدير وموظف صغير، الكل بينتمي لهذا المكان. من اهم العوامل النجاح في المكتب الناحيه الاسريه للمكتب. من ايام الاستاذ مصطفى شوقي كان بيعتبر المكتب الناس اللي في المكتب دول اسرته، زي ما علمنا مصطفى بيه ان احنا اسره واحده. الجو الاسري اللي احنا عايشين فيه، انك لما تيجي هنا كانك جيت بين اخواتك وبين زمايلك وبين اهلك. الثقافه العائليه، كنا نشعر ان احنا بنيجي الصبح من بيوتنا لبيوتنا. علاقة عائلية على أساس مش إنهم بيقربوا لي ولا حاجة، ولكن كانوا متبنيني كل صراحة. يعني تحس إنهم عيلة واحدة، منتميين لمدرسة واحدة، منتميين إلى تربية واحدة. أنا بقول دايماً إيه؟ ولادنا. أنا بقولش موظفين، أنا بقول ولادنا على طول. الروح الحلوة دي بتخلينا نطلع أحسن حاجة، أحلى حاجة عندنا، وده فعلا المطلوب، ان احنا نبقى متميزين في السوق، ان نقدم احلى خدمه للعملاء. ودي ما بتجيش من شخص لوحده، بتيجي بالتيم ورك. روح الاسره لو سميتها كده، الناس هنا بتتعامل مع بعض. ادي حضرتك مثال، يعني مثلا 60% من شغلي من التدريب بيجي من الشركاء الاخرين، هم اللي بيعرفوني على شركاتهم اللي بيراجعوها وبيخلوني اعمل لهم شركات، و40% بمحاولات الشخصيه. انما هي دي الروح اللي مخليها المكتب لغايه دلوقتي ولا زال، وهيستمر ان شاء الله من انجح مكاتب مصر في مجال المراجعه والمحاسبه والتدريب. كنت اود ان اعمل في هذا المكتب، ودي كانت امنيه تراودني منذ سنوات عديده. لم يكن احد يعرف مين محمد عمران ده. انا في كل المجالات العلميه الفضل لله وهذا المكتب والعلم اللي اتعلمته هنا. هي خلقت كياني انا كياسر محارم، اسمي كله تولد من الخبره اللي انا اكتسبتها من هذا الصرح العظيم. انا احب اعترف بفضل مكتب شوقي، لان الشهادات اللي حضرتك شايفها ورايا دي ما كانش معايا فلوس اعمل الشهادات دي، ودكتور احمد الدهني بصفه شخصيه عشان اعمل الشهادات دي اسافر امريكا وادرس واعمل، وكان متوسم فيا ان انا هنجح، ونجحت فعلا ورجعت. فانا بشكره يعني. بالمناسبه عمري ما شكرته فيس تو فيس كده، ممكن يسمع الفيديو ده. وأحب أقول له إن الشهادات الورقة دي بفضل مكتب شباب، بفضل حضرتك بس. المكتب حالياً بيمثل لي يعني عمر تاني. أنا بقالي حوالي 26 سنة في المكتب، عمر تاني وما أقدرش يعني أستغنى عنه. في كلمة واحدة، هي الأسرة. ظهر كبير بيمثل تقريباً حياتي كلها، كل حياتي تقريبا. المكتب هنا هو حياتي كلها، بيتي التاني. في انتماء وحب للمكان والناس. الخبرة اللي أخدتها في حياتي، تيم ورك ناجح. 75 سنة ولغاية دلوقتي بيحقق نجاح دائم. المكاتب المهنية اللي هي على هذا المستوى هي دي المكاتب اللي بتتبني عليها الدول. اللي أتمناه كمان إن الجيل اللي جاي اللي بعد كده يحافظ على هذا الكلام عقبال سنة 100 إن شاء الله. أنا طبعاً فخور جداً بأن أنا بنتمي لهذا المكان. فخور أن أنا ابتديت حياتي المهنية في مصر في مكتب مصطفى شوقي. أنا فخور بأن أنا بنتمي لمكتب مصطفى شوقي. أنا فخور أن أنا بنتمي. أنا فخورة جداً أن أنا بنتمي. أنا فخورة جداً. فخور. أنا فخور أني بنتمي لمكتب مصطفى شوقي. بنتمي لمكتب مصطفى شوقي. أنا فخورة أني بنتمي لمكتب مصطفى شوقي. أنا فخور أن أنا بنتمي لمكتب مصطفى شوقي.